بالعراق كل شيء ممكن يتسيس ويدخل ورقة بحسابات القوى السياسية، وهالأيام يبدو موسم الدعوة للانتخابات المبكرة بدأ. سياسياً إذا ما يفكر هيش تفكير يقيناً أنه يبقى أسير لهذه الائتلافات القوية. من مصلحة السوداني أن تتفكك كل القوائم، ومن مصلحته أن يبقى مجموعة من يعني مجموعات ضعيفة تدعم حكومة السوداني لسهولة السيطرة عليهم. يعني قبل فترة مثلاً أحد النواب تكلم عن طرح مبلغ مالي يعني حتى يكون من ضمن النواب الداعمين للسيد السوداني. أكيد لازم أكو حسابات تحسب لما حدث سابقا، يعني التيار الصدري أو على الأقل جمهوره يعني مزاجه خارج قضية أنه التيار الصدري يتحالف مع مالكي عمار حكيم قيس الغزالي. يعني دائما أشوف أنا على مواقع التواصل الاجتماعي رفض شديد لهذه القصة نتيجة ما حصل في الخضراء. لذلك السيد مقتدى الصدر لحد هذه اللحظة لم يعلن عن وجهته السياسية. الحقيقة ربما يكون أكثر من شخصية تكون قلقة من صعود السيد السوداني، من الرضا الشعبي، من الإنجازات التي يحققها، لكن بالنهاية هو ليس كل أطراف الإطار قلقة. وأنا كما ذكرت أنه موضوع خوض الانتخابات والترشح والبناء على المنجزات التي حققها السيد السوداني أمر مشروع، لكن الترشيح لرئاس الوزراء واختيار رئيس الوزراء يبقى عملية توافقية كما في المشاهد السابقة أكثر من كون انتخابي. هو رجل يعتقد أنه نجاحه في منصبه يعني مثل ما موجود في كل دول العالم، عندما يأتي رئيس للبرنامج يطرح برنامج انتخابي لا يطرح الكثير منهم برامج سياسية. وأنت الآن تشاهد البرامج المطروعة في الولايات المتحدة برامج خدمية وتنعكس على الوضع الاقتصادي، هذا ما هو ما يهم المواطن بالدرجة الأساسية. هو يعتقد بأنه نجاحه في الحصول على دورة ثانية بمدى رضا الشارع، بمدى النجاح بتنفيذ البرنامج الحكومي، بمدى تقديم الخدمات للمواطن. أعتقد أن السيد السوداني يدرك ذلك ويتعامل وفق ذلك، فلا يدخل في صراعات ونزاعات سياسية. أما أنا رأيي واستقرائي أن المستقبل الجديد بعد الانتخابات المقبلة سيكون للتيار الصدري وللتشكيل الجديد للسيد السوداني، ويكون هناك تحالف ولا يتعارض هذا التحالف مع قادة الإطار الآخرين.